الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعين كل أحجرنا أحكامتي وخفقا قارهان الموقوف عليه عدة وحلا وقفين كرو يعدة وحلا وقفين كرين وعشاقي فقرده أودن بيسي وفكي مسلم هان شري الدين تديبه قرن غضي ولين عام كسور نقون إياك مسلمين تا دقال كل شراء إن بتقلي أنا يوحنا إن قال كا إيه نفتي سصدح لا من نبا قفقين أنا وحبو وقفين كرين صاب ترى وين الشاقين وإن وقف أبوه هدو وقفي على جهة معصية معصية جهدين وذلك عمارة الكنائس كنيسة دار لستان كود يدي وهبين تودو كلوي فباطلون وقف قاسوا باطل واحد ستان كود يدب وابين تود الله ميدا إن لو وقفيو لامبدا لايت جوجل كتبتي وحويان توراد دا يوحي الله ميدا وقفي باطلة بلا خلاف ويدوا يعانى على معصية كان يصدوا حكا سعداء وكفري يا معصية رغفك واحد نقول ساين ومعصية دا كعاوي وقفي روح الله الشرعي إن إلهي لو قد وادو إلو ماتش دين إن إلهي لقد فقادو كاوحي وقفي الله اتش دين يوحا وقفي كدران يلا بيس كسور تشيدوي هدي مسلم وقفيو هي هدي قال دمي وقفيو واسكمد وقال كدمي قام عدام المسلمين تحكمان وحو كانت صداء هي معابدة دين صحان لقد عبادة سنة هين ووقفيو هذه عيسكو قب صدانا مسلمين تا يسولي مادان حاكم كاما قاضيقا مسلم كاي وقفقا وبرينيا وحي كنائستو دا وقفيين انتا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله صدرين كنائستو دي قديم كاي دا هراي الله هاين يدا سودا اللود دينيا مرا دي كنسة دي اللود دينيا ان وحي وقفيين نوال اللود دينيا الكنائس مر كلية كنيسة ده وقرى الكن وما تشيده وحسوق لي الأماكن المعدة للعبادة ما الكستو عبادة عن دين الإسلام لقول عبادة السنعين لو دياريي الله تلقى لي قفك عدو ميلا سوحو وقفيو إساقو آمين سن وعقيدة دي سوايتهاي إنه صح تهاي وحالك اللغو سميني وقالو بيابا ومن اعتقد أن الدين غير الدين الإسلامي صحيح يشرع التعبد به كفر قفك عقيدة يا آمنة دينا دينة إسلام كاهين عبادة يسألوا عبادة يستائن والسحية هاي ولو إلهي لو عابد كره قفك سوى قالوا بيا وكفرية وحي عن كنيسة اللفت يدعانا هاين إيادة كبحصا ولو حرير بها الله هذا وقفي والله سمين كرا وكان يصدو هدية يسمي يصد صالحان عاويمو يتبرعات وفك مسلم كحو وقفين كرا وضد صالحان مساكينة قالوا بها النقدان ايا كان يسد الدقن مركا كوا وحي يسين ايان حوال والله وقفين كرا وديوا صدقاتون كانت صالحان وحسوق لي هالكا قفك مسلم كاهي هي أداها قالضة إسلام كان دقال كل تيرين إلا الضدبان وعاوينينا مسلمين أما قالا وحمال كيسا كم إذا ما ودي بكرا ودي بكرا والصدقاتون ردي وحي عن دينتي إسلام كالغوفة سادين هاين دينتي إسلام كالضدق على الانسان أنا يا هاين معسينا أنا واستعمال هاين وإنك الشاقنا ندي صدقة دوا بنان تهاي قال هذا مسلمين تنبض الله وحلقوا صدقة يست صدقة ديان فرل كائن إذا كذا أنا هين أوجهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح وين وقف عدو وقفيه كعمارة الكنائس وحلمها ما لها كلا إله الوعاسي
duratiyaatarka laga heesta ee muusiga laga garaacayo ayaan gaadhigayga u waqfiyey amaba se gurigayga ee ma ansaxayo jihaad waa inaan jihaadu macsiya ahaan cidda wax loo waqfinayo masrifku waa inaan macsiya ahaan mubaax waa inuu ugu yaraan noqdo haddaanu noqon ba mid mustaxab oo sunnaa wa in waqafa hadduu waqfiye buu ihi calaa jihati qurbatin jiho ilaahay loogu dhowaado wadaalika alwaqfi wa waqfigii oo kale cala alfuqaraa fuqarada wax lagu waqfistay walculamaa culamada iyo walmasaajidi masaajidi iyo walmadaarisi saxa waa ansaxaya waqfigaasi waa jiho dee waqfin calaa mucayan maaha lfuqaradu wax la tira koobi kara maahe jiho iyo mucayan baa masrifka ama mawquuf calayga loo qaybiya marka hadduu yahay wax tira koob lagu gaadhi karo waa mucayan haba badnaadabe haddaan tira koob lagu gaadhi karinna waa jiha la odhanaya marka jihadu waa inay noqoto jihatu qurba ama jihatu lmubaax jihadii marka waxaa lagu bixinaya ilaahay loogu dhawaanaya waxaa ka mid a fuqaradu uu waqfi culimadu uu waqfi culimada la sheegaya waa culamaa shariica cilmiguna waxay idhahdaa waa saddex atafsiiru alxadiidu iyo alfiqhu wixii soo raacaana waa culumu aala bay idhahdaan caqiidadii meedahay meeday yani haddee xadiidka iyo tafsiirkaay ku jirtaa iyadu saasay u jeedaan laakiin mar haddii fiqigiiba gooni loo saaray iyadoo qur-aanka iyo xadiidku laga qaadanayo caqiidada iyo tawxiidkana in gooni loo saaraa bay ahayd lardo cilmigu waa afar atafsiiru tafsiiru lqur-aan iyo xadiidka cilmu lxadiidka iyo cilmu atawxiid ama cilmu sunna iyo culumu laala naxwi iyo culumu luqa iyo usuul lfiqigi iyo mustalab alxadiid iyo waxyaabahaas ay soo gelayaan masaajidadi iyaguna waa jiha weeye mar haddaan masaajid cayima sheegin almadaarisna iyaduna saasoo kale waa jiho adilada waqfiga ka waramaysee guud ayay soo hoos gelayaan wax ka saarayaana ma jiro jihatu lqurba waxaa looga jeedaa maa yadharu fiiha qasdu lqurba waxay ka muuqato in loola jeedo in ilaahay loogu dhowaado ila waqfiga oo dhan baa qurba ah laakiin masrifka ama meesha wax loo waqfinayo lafteedii ayaa wax ilaahay loogu dhowaado sida fuqaradii in wax la siiyo culimadii almasaajid iyo almadaaris aw jihatin wain waqafa hadduu waqfiyo calaa jihatin jiho ama cid laa tadaru aanay muuqan fiiha iyadaanay ka dhex muuqan alqurbatu allow dhowaansho wadaalika kalagniyaa kalwaqfi waqfigii weeye cala alagniyaa dadka maalqabeenka ah wax uu waqfiyo saxa waa ansaxaya waqfigaasi filasaxi oo inagii hore u sheegnay ee markaynu tacriifinaynay waqfiga nidhi ma calaa jihati qurba la shardiyaa mise jihatin mubaax sida muctamadki waa maxamed nuhi fi lmadhab jihadu inay mubaax noqoto un qof haniyana dee xoolo waad siin kartaa inay qurbo noqoto iyo wax laftiisa ilaahay loogu dhowaanayo shardi ma aha muqaabilku wuxuu leeyahay muqaabilu asax maya qurbaa la shardiyaayo dad aqniyo xoolo aan uma baahnayn in wax la siiyaana wax ilaahay loogu dhowaado maaha walaa yasixu ansixi maayo alwaqfu waqfigii ilaa bilafdin dhawaaq mooyaane wax kale ku ansixi maayo kagayri min atamliikaat qofku marka uu ila waqfigii wax uu lahaabuu milkigiisa ka saaraya lahaanshiisa halku u saarayaana waa inoo soo socota marka waa inuu sameeyo hadal shayga milkigiisa uu kaga saaro oo halkaa kale uu u saaro waa haddii uu ahaa shaygu shay marka hore milkigiisa ku jiray laakiin haddaanu milkigiisaba ku jirin ficilka ayaa ku filan waqfinta tusinaya imika hadduu masaajid dhiso oo uu ka dhiso dhul isagu uu lahaa oo albaabada uu furo kana eedaamo intaa waqfi ku noqon maayo ilaa uu yidhaahdo waan waqfi ilaa uu yidhaahdo waan waqfi
لكن دولان مركو هري سقو لهاين وملكي سبان كجيرين والارض المواد كاين صوم الريع ولكي يعني عيدنا لهاين اي مساجد كدس مركا وحا كفيلان نيهده انه وقف ونيهستا يا كفيلان ده فعل كا وقف انت تصينيه ويا دولكن مركا هربا ملكي سكو ما جيرين اسقو ما لهاين دواقنا وحا لوغه باهنا وحا هيدون اخراج ما كان في ملكي عن في مركا ور ملكي سكو جيرين وملكي سكو كساره oo hadii la yiraado dhulka garano markii hore milkigiisa kuma jirine dhismaal uu ka sameeyay xoolo isagu lahaa miyaan ahayn waxaanu leenahay binuhu hukmul masjid bitabacu ku yeeshay wa taabicu taabicun sheeguna sheega dhulku raacaya sheeguna sheega uu raacsan yahay ayuu la hukum noqdaa waxa la midaba yiraahdeen haduu qof dadka lacag ka ururiyo sayma ka in badan dhacda oo uu raadow war masajid baan dhisayay lacag soo ururiya أما مدرسة باندي سياه صو أوري بودي أما جوري باندي سياه طلبة العلم وايد دجان أما ضد كمرتيدة مجالات هي مادة أما فقرضو وقفنا ما بس هذا القادم ووقفي ما بو أربا وتاجي أوري سياه ضد كي العقد كسر أوري ساس وقف كنا قرية وضد اللفت دون واحد وقف كنا قرية سبيل استطراق هذا لو ما بعرف إلا هذا الله لرعال كودان كدي mar hadii la maro meeshii maristaas ayaa ku filan wasariixu hubuuri ereyada hadaba wax lagu waqfiyaa waa laba sariix oo ma la yahtamilu illa alwaqf wa erey wax waqfinta ku caado wax waqfir inuu u jeedo mooyaana wax kale aan lagu fasiri karin iyo kinaay oo ma yahtamilu waqfa wa ghayro wax waqfina looga jeedi karo waxaan waqfinaayna looga jeedi karo marka ereyada waqfinta ku caadi waa maxay وهذه كل واقع أن لقي لهن وقف وجمان كذي لوح كلام كذي وصريح وبويري لفظ الوقف جا إريج وقف وقف جا الله استعماله كيس وقف أنت كعادي وقفت كذا وين وراءه وحسن وقفي كذا وحوت كذا ده جهادنا وشجعه لو وقفت كذا ونادورا جهابا نشجن ما صحيح أو أما أن يقول وين وراء الأرض دول كيو موقوفة عليه قف كان شاقي بأنه وخفي أما جهاد عن شاقي أي أنه وخفي وإريقا وقفت وموضوع للوخف وإري أدت السن وخفين تاني لو استعماله وركا إيقا دلبا إري بسكان وقفت كذا هي موقوفة عليه حوت الماما يا وحوت الماما يا أنه لا فرق بين الفعل والمشتق منه دو فعل كلفتي استعماله وقفت ويراده يا اسم مقع فعل كلاغا سو دبشاي ودي اسم كان مفعول وكلا حدي هو استعماله اما اسم فاعل با رضا انا واقف ارضي على فلان اما على الجهه الفلانيه واسلمت والتسبيل السبيلين رضا في سبيل الله ايان سبلت كذا وحوان سبيلي والتحبيس هي حبستانك صريحان ويان يقول كو وقفينتا كعاد على الصحيح على الوجه الصحيح وايو ولبيري وهذا لوغو استعماله وقفيا شريعتنا يدو وقفي لو استعماله يا سو اروري شيتا حبست اصلها وسبلت ثمرتها عرف الناس سالقه فهميه صحابتنا يجي استعمال جيرين با مقابل كل ما يا وكنايتان وايها عام بحار وقف جاي لو استعمالها كو عام بحاره سيده اريغا وقف يا وخي كفرعم او غمي عام بخ ان وجهه صدخانه و هو كلا قاديا تسبيل كيا تحبيس كو التحبيس هو صريح صريح بوليه والتسبيل نوا كنايه وستصدقت وكله ولو قال هدو يراهو تصدقت وان صدقت بكذا شيء غاسن صدقت صدقة 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 سيو محرمة وامد إن لغوت شيء لغوت تصرفه إيه بيو وحال لغوت تصرفه لقى ممنوعي وينجي كل شيء جناي درس قبل وجيسي إمام الشافعي وقف جايل ورنتيرا صدقات المحرمة أي الممنوعة من التصرف في رقبتها بالبيع والهبة والإرث ونحوها والصدقات لقى ممنوعي
إن لو لمامولو لفتيدا عينتيدا ولو مامولو إيبين إيو هبين إيو رحال إيو وحي لميدا أو أما موقوفة تنبوري صدقة تنو أيان صدقة دايست وموقوفة تنا مدل وقفي أو لا تباع أمان لإيبين كرين أو أما لا توهب أن لهبين كرين فصريح ويان فلا صح ريدري والصريح وايو سين بره احتران إن النقطة وحكد وي إريده وضبر دقي وتصدق تدويده وكناية إريجاس وان صدق ليست وصوقف جي صدق دي كلاي وتيفر القاعدة تي صنع هيديو أنت بوا إري أقبل كرا اللي هذا منا لما راعينه مركز ساس وانت هاسو قرا لا يراعي لكن أنت لم حيس ريح كنا غاطي وحد ضبر دقي إريه تصنع يا تصدق تدين وقف وجد شيدو وكايري صدقة محرمة أو موقوف أو لا تباع أو لا توهب صفات كاسوردن صدقات كلام الله هي وحا إسكاله وقفها إسكاله هذا صريح على موقع بسبع إريقا وقفين تكعب صريح بنفسه سيدا وقفت كذا على كذا تسميل كيوت تحبيس كنا والامد هي صريح بغيره مدي الصغة وقولها هدي الله إياقه وحوقفين عن كعدين لكن وحيابا كالون راعي إريا كالون راعي أي صريح كن غضي مقابل كوح الله يهي مقابل الأصح ما يوكنا أيه وهي تصدق تبوري تاسين وإري صدقك لي وقف ما أقبلك وكوان كدن بينا وعدل كرتا قفك وكو صدق دايستي يلا شدا ويشاين وكوات كينيو هي يلا شدا دمسك تراني واحد دي دا شيء يقول لي بيه يقول لي بيه ملكي جاي يتملق قدر ما يسكت تراني لا يمنع بيعا ولا هبة التنديد سوى وقف هل كان هذا وقف جاي طلاق ويكون كل الدوين وهذا كل هذا صلاة حاس كيسي أنت بائنة إريقا سماها طلاق معدة معنى يالك لو أقبل كرا محرمة علي حتى تتزوج غيري حمد دبار دقاي إريقي كنا عيدة طلاق كوعة طلاق يميد كلو لقوفة سيري كري كوة طلاق كوعة حرام بادي قطة إلا أني كلا تقول سنسو ها marka lama oranayo kaas waa sariix deeniya la socota iyo mutalaaq noqonaya oo talaaq ila reer dhanba lagu duminayaa waqfiga lamid ma waqfiga shariicad way riixda waa lagu dadaala taa talaaq qara waa laga dadaalayo dadka intii laga fogeyn kara laga fogeeyaa allah ibaday hadaan noqon naam oo qaacidadu waxay tahay sidaba ereyga al-kinayatu لا تكون صريحا بذكر صريح بعدها إريك كناية ذا صريح كمان رغضة مت صريحة إلى الضبط دقي قالوا قب لابون بالليجي كون صريحة إلى الضبط دقي صريح نمو مسو كرنيان وقولوه يرى هذا بويري تصدقت وان صدق ذا يستي فقط أوكلية ليس بصريح وقفنكم عدا وإن وإي الوقف وقفنها بني يودبيه وان صدق ذا يستي صدقت سكن بحيبين غنكرتا صدقت كلاص صنابا لب حبين غنكرتا وهو خفي بين غنكرتا لكن صريح ما هو يحتمل الوقف وغيره وكنايو مرجع دي عينية الله صعطه وحنا قرية وقف كناية وده إريده وقف يوح كلا قبل كرا هدي عينية راعده وقف يوكو كوان صحية سي طلاق يوكله إلا أن يضيف إلى وطيرية مويانة وخفنتها إلى جهة جهة عامة قوت وينوي أونيو ذا الوقف وعرض صالحان تصدقت هذا على الفقراء وجهة عامة صم وجهة قوتوي معين ما وخفنا أونيو ذا فيصير وقفا على الصحيح
وقف بو نقونيا ولي بدا صريح بو نقونيا لأن هذا اللفظ صريح في غير الوقف فلا يكون كناية فيه وحيان وقف يا هاي وكعاد يا إريغاز مركا وقف في كناية كون نقون مايو مركا هل كان بوشين باكو الصغان ظاهر كهذا الكرافعي ينووي با هل كان يوحويا إن إريغي كناية دا هاي وتصدقتو هدو جهة تيريا نيانا الراعية إنو سيدا وقف صريح كون نقونيا نصيدا صريح كنا غنيا لكن رافع كتبتي سكالية النووي الروضة إن أنا صريح هاي بيت المامينة وياهي كنايو وجهاي نو تيريي الصدقة دوم بي كدقيسا تصدقت دوم بي كناية على الوقف كدقيسا وحا وقف اللولة تشيدو ويا دو صريح ياي محو نيو قبادة لكن نيابو شردو كدقيسا دو صريح يا إنيه ومو باهدين بر ولا صحبه لأن قوله أرادي سويله هذا حرمته شيئا وان حارنت وان ممنوعي أو أبدته أما وان أبدي ليس بصريح أي بالوقف وقف إني ماكو ما عدا حرمت بيتي بول أما أبدت سيارتي وكنايو ويلا بدن تحريمك هي تأبيدك iyagoo madax banaa waqfi looma isticmaalo ereyada kale waqfiga la daba dhiga waqaftu in muharramatan ama muabadatan kuwa kale la daba dhigaayo lagu adkeeya laakiin kaliidood ma muqaabilku wuxuu leeyahay ma waa sariixan way u jeedadi way faa'iideeyaan jeedada loo socday maxaa ahayd qofku sheegay inuu sadaqadeystay si abadiyana uu sadaqadeystay intaas waqfi shay ku noqonay تلبدنا إرينا أبدت يا حرمت ويا فائدين يعني سو تحبيس يا تسبيل وكلا ويا بولي مقابلك وأن قوله بويري ولا صح أن قوله رادي سوي راضه جعلت ويا لي البقعة بقعة داس بولك كمذا مسجدا بان كيا لي تصير ويا نقون إسا به لفظة أم إريجا سببتي مسجدا بين نقون إسا وقفتها بيان أوران ساتشدها بان وقفي بيان أوران ساتشد بار بيشا كدقة أيولي بنام بها هاتي مساتشد بين غرس وانا إيري صريحة في الوقف حتى دانو نير راعين إنو ماشا مسجد وقفي أي نغونا يسا وايو مساتكم حمالك لك يدو لأن المسجد لا يكون إلا وقف سو مساتشد مو شيئين وكدقة مساتكم وقفي أمو نغضا وحكا لما نغضا marka ereyga masjidan baan ka dhigay ba lagaga marmi kara ereyadii marka waqfiga tilmaamay saw qafto iyo wixii lamida laanu yushiru bil maqsuud ishtara bidalik qafka duura meesha masjid baan ka dhigay dadko dhawaa waxa wada garanayaan ereygaas ku caan baxay waa waqfi maqsuud kii loo ina tusinaya aha inuu meesha sadaqadeystay sadaqa muabada masjid baan ka dhigay hadana waan ku noqday deema soconayso lamid ma aha haduu yiraahdo meesha in lagu tukadaan ugu tala galay ma taas waqfi noqon mayso haddii aanay niyi la socon ereygaasi waqfinimo kuma cadda waxa dhici karta qof gurigiisa meel ka mid ah inuu raado halkaa isagoo masaajid inuu ka dhiga baa niyiisireyn halkaa aniga iyo cidii noo timaadeen ku tukanaan ugu tala galay ama noqonayso مقابل كقول كان كسور شيء ده وحول لي ما ماشى مساجد بان كده وقف كنا قرن ميسو وايو إريدي وقف جو ماشى كم تيران مسجدا تنا ده وحول كسي في يئون وحول شرع عدل بقول كإلهي بقى كودا صفيس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا الكيس هذا الكلام بيجا بقول كودا ميو مساجد كنا قضى حكام دي مساجد كله marka masjidan tu waa ihtimal ayaa ku jira waxa aqbali karta inuu uga jeedo masjidan tii xadiidku ku jirtay oo aan meel lagu tukan karo iyo inuu uga jeedo masajidkii ahkaamta gaar ka lahaa marka sariix ma aha bulay muqabilku waana qawl al aktharin akthar kusay ku tagen way jumhurku qafal iyo abu tahir
القاضي حسين بغوي متولي أصحاب الوجوه بدن كود ولا كاسي مرينبا إنه إيرجاني محتمل يا هاي إيرجاني مسجدا إنه قد شيء كرام يلا قلت كده وقنا شيء هذا كرام مساجد كي أحكام تجار كلها وأن الوقف بوري ولا صح مركز هذا حديث النية إلى صعته مش في مساجد وين قرص هذا إيرج كناي ومن غنية وحلا سكوا هيستا هل هذا صريح في الوقف أم لا خلاف كنت أزك التهجين ولا صح أن الوقف وقف على معين مد معين وحلا وقفية اشترط وحلا شرطية في الحديث قبوله صلف ذي لو مش شرطين وإجابة ها دي صيغة أركان كم تاعي صيغة المحيكة كوبنة إيجابية قبول مركا وقف وحوا على معين يا على جهة معين كوا عدي لك تركوبي كري لك جاري كرو هذه الله وقفية وحلا شرطية إنه أقبله رضوان أقبله وايو وحلو شرطية سوى حلو شرطية لأن وقفك شيء ملكي جيس يسكمجلي كرو ووقفي وقو يران عدة وحلو وقفي ملكي قود وحو قلين يا منفعة دي الشيء قل وقفي سوما مركا عين يا منفعة تون وقفك ملكي جيس يسكمجلي كرتو وسندولي يسكمجلي كرتو وحلقة صور يا باون إرثقي قف الدحل كيس اللي ضاي هدو دينتو حولاس ملكي يا خصب كقلي حتى هذا ترى أنه دحلي ما يوحيس الدوني ما يو وحولا دقوا اللي هذا ضيق أنا واحد كيليس لحلكو خصب وملكي يا جيلا عشان كقلي وحكر الله ميدا المباحات ده صح حابي صتو حاب هذا سي يعني ملكي يا جيليس يا عوسك إيو وحياه الله متكاه لكن قفك يدي وحلوه بهي هدي لو در وحاصره من قبول به وباهي روح ملكيس اسك غليا ما جرو مركا مر هدي قبول الشرطيه دي قبول كنا على الفور وين نقضه متصلا بالايجاب وهدي هدي لو حسن ابلو كو وقفي اما وقفت هذا على فلان او رو اي ورق بلاي اه مركيبا ومده اي كسو وريقته قبول كيس دنبان في مايو وهدو يا هاي اهل للقبول قفكم حلو وقفي هدو يا هاي قف شرعاده وقش هاي انو عباريه شو دي قبول يا ايجاب قفري دي كرو نقو حدانو هاين وقف وعالم با حلو وقفي اما ميديرون قان غارين فالقبول على وليه عند مسؤولك كا يا واقبليس يقبل الولي مقابل كو حلي مايا قبول لو ما شرطيو oo manfaacad uu isagu yeelanayo dad sheegay yeelan maayo yeelashada manfaacadu waxay la mid tahay xaq u yeelashada kii la xoreeyay manfaacada naftiisa uu yeelanayo yaana in cidqiga qofku uu aqbalo ma shart qofkii la xoreeyay muxuu yeelanaya manfaacada naftiisa markoo waxa la sayidkiis laakiin marka la xoreeyo isaga yeelanaya isagoo waan aqbalay in la xoreeyo waxaan oran tan waa la mid جمهور العراقيين من الشافعية نصاص الدورتين وقفونا نقبول بحرين ونسر راجع والرجحين النووي في الروضة في كتاب السرقة في باب السرقة دميرنا نجم الوهاج كوحكور هذا وهو الصواب المفتى به إنان وقف وقبول بحرين أي سيدة صحراء إلا فتوضة بمعنى شافعية أي فتوضان صبك نوحوري إنه ظاهر نصوص الشافعي في غير موضع هذا لدى الشافعي واسيدة ظاهر كود وتصين أيوه يعني ميلا دورة وكاسيدة ومحرر كالرجحي رافعي نوينا ووحوين وكل راعي نعم سيدة ورجحي رافعي نوينا وكل راعي وكل قابس ديبا مركو يريد على معين هذه عيما وحلا وقفنا أيوه أي قبول الشرطية وحماشة كساري إذا كان الوقف على جهة قبول ما شرطية دون فقرة وقفي أما طلبة العلم كان وقفي قبول ما شرطية وأيو ده وحلا قاري كرام ما هذا فقرة ولي أفتك سقادي كرا ولهذا إيجاب كايوم بكوفي لنا قبول وبهان إذا كان الوقف على جهة وحلم إذا كان الوقف على جهة التحرير وقف التحرير شيء قال الله فيه محرر غير محرر بالوقيبية مثل حرية مثل الحرين محرر كيوة مساجد هل مسجد
waaba iska cayimay oo wax la gaari karo laakiin waa wax isagu aan waxba aqbali karin masaajidku miyuu odhan karaa waxaa lay waqfiyo waan aqbalay dadka dee wada hawshiisana dadka kaluun bay ula mid yihiin soo ma marka waa iniga horeba u sheegnay inaydhi hadduu qof dadka lacag ka ururiyo masaajid baan dhisaya keena oo dabeetana ay lacagtii bixiyaan oo uu ku dhiso intaasaa ku filan waqfi uu ku noqonaya marka jihaad taxriir madaaris masaajid buyuut looma shardiyo waxaa nafcigoodu caamka yahay oo dhan qabuul looma shardiyo qacan walow radda buu ihi hadduu radiyo waqfigii kii loo waqfiyey baa radiyey batala waa buray xaquu xaqii isagu uu ku lahaa baa buray waanu ma aqbalin buu ihi sharadna alqabuul sabaan waxay isku mida sharadna shardinay alqabuula waqfiga qabuul u shardinayaa am laa mise umaynaan shardina wa sida wasiyada iyo waxaa loo yaqaano wakaalada iyo qabuul looma shardiyo laakiin waxaa loo shardiya cadamu raddi inaanu odhan maan aqbalin oo haddii qofka lagu dhahdo waxaasaan ku wakiisho wixii uu ku dhaqaaqo intaasaa ku filan laakiin hadduu dhaha ma aqbalin aan wakaaladaa ma ansaxayso wasiyadiina waa la mid marka xaqiisa buraya waa maxay xaqii waqfiga uu ku lahaa ayaa buraya oo haddii butuun uu ahaayo raaciyo isdaba yaala loo waqfiyey ui waqaftu calaa zaydin uma cala alfuqaraa waqfigaas wuxuu noqonayaa ka loo yaqaano munqaticu alawal mid xagga hore ka go'an kaasi maan saxaya mise ansixi maayo way noo soo socdaa insha allah hadduu dhexda ku jiran munqaticu alwasad buu noqonaya wuxuu ihi waqaftu calaa zaydin uma calaa camrin uma cala alfuqaraa camarkii baa diiday waa munqaticu alwasad xukumkiisa waynu arkay hadduu ka u dambeeyey yahayna waqaftu cala alfuqaraa calaa zaydin uma calaa camrin uma calaa bakrin bakrigii baa diiday munqaticu laakhir buu noqonaya waqfi xagga dambe ka go'an axkaamtooda inoo socotaa walow qaala hadduu idhaahdo waqaftu haada sanatan fa baatilun weeye dala soco halka wuxuu kaga hadlayaa axkaamtii waqfiga ayuu halan kaga hadlayaa markuu soo dhameeyey waxa weeyaan arkaantii waqfiga waxaa loo shardiyaa ishtarau fi lwaqfi an yakuuna mu'abadan waa inuu abadi noqdo oo hadduu muddeeyo ma ansaxayo sanad baan gurigaygaa waqfiyey ma ansaxayo waxaa kaloo loo shardiyaa an yakuuna munajazan inuu noqdo midaan mucallaq ahayn wax lagu xidhin hadduuna guriga waan waqfiyey haddii aabbahay aqbalo ridaa aabihii buu ku calliquu ku xidhay soo ma maan saxaya munajas waa inuu noqdo waxaa kaloo loo shardiyay bayaanulmasrif cidda wax loo waqfinaya waa in la caddeeyo hadduu iska dhaawl beyti haada waqfun ama waqaftu haada cid u waqfiyeyna aanu sheegin maan saxaya waa inuu mucayan sheegaa ama waa inuu jiha sheego shardiga afraad waxaa kaloo loo shardiyaa aliltizaam falaa yasixu bishardi alkhiyaar khiyaar uu shardistay hadduu jiro maan saxayo oo wuxuu ihi tusaale ahaan gurigayga waan waqfiyey oo talabatulcilmigaan waqfiyey markaan doonana waqfiga waan ka noqonayaa waxba maad waqfin baa laleeyay haddaba haddaad ikhtiyaar shardisatay marka kuna alan kaga hadlaya oo wuxuu yihi walow qaala hadduu idhaahdo waqaftu waan waqfiyey hadaa kan sanatan baan waqfiyey fa baatilun weeyaan waqfigaasi siiqa faasida buu isticmaalay waqfiga dee waa inuu cala taabiid noqdo si abadiya qiila yasixu muwaaqatan wa qiil ayaa la isagoo muwaaqata waan saxaya waqiila mu'abadan wa yalqu taaqiid hadal sidan uu ku ansaxayaa laakiin isagoo mu'abad u ansaxaya sanatan taasunbaa waxba kama jiraan noqonaysa hadal uu iska yidhi marka iminka waqaftu haada sanatan dee waa haddii ay la socoto cala alfuqaraa maalan ama cala fulaan haddii kale dee shardi labaad baaba noqono maqano bayaanulmasrifa cidda u waqfiyey inuu caddeeyo laba sababood baa markaa ayuu ku buraya haddiise uu yidhaahdo maalan masraf kale uu sheego waqaftu haada calaa zaydin sanatan
ثم على الفقراء زيد بان صند وقفي وقال لي دبدينا مركو زيد بنتنا فقراء لا يسكلي وانصح يا كاس زيد كيوم بان وحبيه لهين دوام كلا كيوا يا لايو يعني زيد كوم بيد سند كاك غايصا او مركو سند كاس دمادو دي فقراء دي وريغي وحر ولو قال هدو يراهدو وقفت وان وقفي على اولادي بنك وقفي وحكى لنا مشي او على زيد بنك وقفي ثم نسله ده زيد بدينا تفيرتيس ولم يزيد انت انو كزيادين عيد كلا او دولي قد بتشريس او وقفي وكو ريغي لكون واردي مانا يعني اولادي سواردي مانا يعني زيد واردي مانا يدور دينتا ده وكان تفيرتيس يريد ده تفيرتيس ريني قوان او تفير قوان بعد عكرتا مزيادين فلا ظهروا صحة الوقف وين سأظهر كي وين وقف جو أنصحيه كم حال هذا منقطع الآخر بال هذا حق الدنباء يكجو أيه وأول كي سووا شجع عدة إسكالة وأولاد دي يدبول عد كلهم بارو ضبط دجن عد الدنباء جو أن الأولاد واحد أمانة سه يوقف جو كور يجلها زيد وأول كي وشجع ثم نسله وسط كينا وشاقي حامقا آخر كي إلي تفيرت الزيد وي دمانا يعني يوغا وريغا يابان شاقين منقطع الآخر با كلا رعضا منقطع الآخر كالا بقول بشافع كله يقول كا أرجح معتمد كا يوحوية إنو أنصح أيو وهي وقفقا وحلوغة شادين إلهي اللوغو دوادو كو إيو إن منفعيس ودائمو مر هدو مصرف كي عدية ابتداء عدة بلو أهام بو حقوق فيه ده إلا الدائمية ووحصر تقلع ومحال قد دائمين إياه ده محال قد دائمين إياه إما كمركو ده على أولاد أولادي سمركة رمضان ده ما ميل بلوهاية ميل لوهاية مايو قرابة دي سي كوي ويساق وقصور دوايا فقراء ده أهابا ديلا السنكرة ها هداني كوي سيكرين تصالحان صالح ده قدناها قوديو منافع دا قودة مسلمين تالغو بحين كرا مركا مرا دي قربة دي چوكتو بلوهانا عدة منفعة دا لو عدي دا امسين تواوح فضود والله السمين كرا ساسو لي مقابل كوحو لي ميوه باطل لأنه لم يؤبده مو أبدين اللي عد قاي صعدة مانا يسابو كتو چيه وح دائما يانا كوما وقف مركا وقف لو اختيايب ولا ميدي هايو وقفتو هذا سنة على زيد وكلا ويا ميرا وحو يري فإذا انقرض حدي ودبر قو المذكور كي لشاقي لو حوى منقطع الآخر صمى كان لشاقي نوح دبر قو ايه فلا ظهروا قول كذلك أنه وقفي يبقى وتشري وقفا وقفي إساقو وقفي أهم وتشري والله ورن ما يدد كي لو وقفي مرة دايدا ماذا وقفي نمد وكبحي وحي لو وقفي أولي كي وقفي وهاني موقوف وهاني وقف يقولوا على الدوام والساعات قيادة دوام مرة دي الحرية حرية لقى جانا قان كرامة ترتاع ما لورن كره حرية تيس وين دمات ما ترتو مقابل كويح ولا يهاي ما وقف إني ما ده وكب حياهه قف كيل هاب وديب وقولنا قنايا مرة دي عدي وقف يهاي أي دمادين هذو يسقون دينتينا ولا جد حرية وايو وقف بلا مصرف في واحد الكرامة وقف مال وقف وياهينا ما نشرين إن لا يراه ذا النجا مصرف أصوجينا واقف كيانو شيجيننا ده أنصحي ما يسوى مركا وحي وقف إني ما دين وكب حاوين قرص وعدي الله هيد وضيب أقول نغلو معتمد كقصة نقول معتمد كمحلي عدي لو وقف يا ذي دماته ومركا رم قطع الآخر وها وقف إني ما دي كب حماية ويحقي الجينية وأن مصرفه ولا أظهره أو الكاظر كين أن مصرفه ما يشل جوب حين يا أقرب الناس دتك كوا وجود ويه إلى الواقف كي وح وقفية وجودو يوم انقراض المذكور كل شجعية صيغة وقف قال وجود حصي ما لين تعي دم عادين قفك وجودوا وقت الدم بي وحس بدلي وحال إيجي مايو ما أنتو دنتي قفك قدام بيا كم إذا عدد كي وح لو وقفي
وقفنا منقطع الآخر ما أنت يا وجود دوم بالإيجا يا قفكي وقفي ولي بفقراء كاسة للصينية قرب جانا لو جمت كذا قرب الإرث قرب الرحيم يبقى لو جت كذا دوان شيء حق دحلك لو جمت كذا دوان شيء قرابة نما لو جت كذا اتصال هان إنك وأديرك وياي يا إنك إنتي صدر شيء دحلان كبا ودو كوأديرك وياي قرابة هان كبا ودو كإنتي صدر شيء كان إنتي سافر در شيء يسوي كفر عام كاسيرة ولا الكب كفر عام وأديره مو يسوي ويسلينا السعودان وحواشيدي بكميدي الكلام كمرك اللي أقرب الناس إلى الواقف لا بد أن كبار الصيرة إنك ينتي سبر شيء ويرحمه هاني قرابه هاني سجى أدو بحال هاني يارو أدو أم بيه وايه وايه محسدا لويري وحسدا لويري هرت واحد الصدق وها وفكان هو الصدق ده است وحلا الصدق ده است الصدق إني ما دي كمان أقول كره عدي لو وقفي لو صدق ده است هدي لو وايو ماشي كبر حضي صدقات ده وجو فضلي جبداني واتلقو صدقة ده يستو قرابة ده ومركي أبو طلحة رسول كويدي إن إلهي وحسودة شيء آيات رب سبحانه وتعالى ولن تنال البر حتى تنفق مما تحبون بيرتي إذا صار حولي وقوتش على هاي حقاد وارك تعين عند قوم كصدقة ده يستو أرى أن تجعلها في الأقربين بقول النبي عليه الصلاة والسلام كأفضل الصدقة والصدقة على الأقربين كما دام الصدقة دا قرابة الدولة السياسية وجود دواي تاعي وقف لي قبضان ده يجا وجود دواي يجا للسيرة يجا وجود مدن دارو قرابة اللهين حاكم كمصالح دا مسلمين تكون بحنايا انتو وقف كده جا أيوة منافع دي سنة مصالح مسلمين تكون بحنايا ولو كان هدو يهاي بودا الوقف هل قام حينو كجبه حنا هدو وقف جاي مقطع الآخر وكل بعضه مقطع الأول مركو ياي ولو كان هدوية الوقف وقفه ومنقطع الأولي حقه رميت كقعان ووحو يريون وقفت هذا عيدو كوقف يوم الشيقين أما كقوله ويان وراذا وقفت وان وقفي الشيقين على من عدبان وقفي سيولد لي إيدا لندونه مركا عيدا ودلان دونتا موجود معها محا شرطها موقوف عليه مركا وحلا وقفين ايو مد شرائن وياهي وحلا ملكسين كرو كو انما بتشران فالمذهب بطلانه الطرق با كترت في حكاية المذهب والضريقوح اللي ياهي وباطل قولا واحدا وايو منقطع الأول مرة دو يهي وحي كدن بيانا ووسط كي آخر كاية حتى هدي لشيغو دي باطل بي تابعوه وحي باطل راعانا وباطل فرع الباطل باطل باطل وحي كفر عموا وباطل طريقة اللي بدوح اللي يوارمايا سيدا سوقورة مذهب كما هي لابق قول با مسألة كتيرو شافعي قولها وحلوة باطل قولها وحلوة صحيح وقول كلوة صحيح محوح كل سيوح كل سيا كي كوباد وحلو وقفية وحان شرين مركو نغضي دي كلمة عدوهم بو نغضي سيوح ما ماشا كباحا يو كي كسو حيقين وما ماشا صفر السنية وكي كسو حيقين لقوب بلابي وبيكردقان وقفت هذا على من سيولد لي ثم على زيد عيد الله دالي دورا عيد هذا شوكتا ما هي وحان شرين وحو وقفية باي كاردقانت مركا وحي كاردقانتا ينو كوب بلابي زيد كاس زيد كوما باشا صوفر ديسان يبو لي إمي كمنقطع الأول كتصالة وحيدنا حق الدمكة قدرا وقفت على من سيولد لي إلا هدي هالكاس اللي قد شوكي يمحو نقنية منقطع الأولي ولا آخري منقطع الأولي والآخر وعد مرك وقال له وقفي ما تشكت عد كذا بيصلى الشيخين ما تشكتوا هذو منقطع الأول والآخر نقدنا بطلان كيسو شك بمره مركات تصالها نظر باكو السجن واضح وحيري كسوى منقطع الأول كيس ده معتمد كاينوا محي في المذهب
إنه باطل يعني وقف جبانه عن صحيح كاكوباد نوان صحيح ماي كوا كوحي جنوان صحيح ماي أو منقطع الوسطي أو كان ما دوا هذا وقف منقطع الوسطي من نحنا كجوان وذلك كقولي وين هذا وقفت على أولادي أولاد ديدان وقفي ثم يجد بدو المركز يقول رمضان رجل على رجل من كوخفين ثم الفقراء ثم على الفقراء نين كاد بدينا فقراء دان وخفين مركايمي كان منقطع الأول ما هو دي أولادي سيبو الشاقي وأولادي تشوغة كوالاي دالي دونا ماها وصدكو كقو أيو رجلكو دوام مجهول والمجهول نكل معدومي وي وحيان لقرانا يني وحان شرين وكلويين آخر كنا كما قوانا وكا فقراء الشيغي فقراء رمانا يا مجران ويستبسع ذا فقراء ولكن ما صحيا منقطع الآخر كا أي كل سنتا هي مسألة داني منقطع الآخر كا دين روان صحيا دي من باب الأولى منقطع الوسط كنا وان صحيا ويعدي هذا الله سيلا ويتشوكتا وأولادي سم عدي مركز دنبال سين لها نواتشوك تايو دوا فقرة ذا وشيغي حدين ولا منقطع الآخر كمان صحينا دي اللي بوه تشيبه كتيرا الصح وما الصحة مركز منقطع الوسط كو اسنوان صحي ايو ككو اكردحون با ماشا كبحية اول كي مركو دمادو اولادي ساعات صالان وحماشا سوق يلا يوم فقرة ذا رجل كانوا مقعابيني ساقوا اسكتك يا ماشا كبحية لو احترام هاي ولو اقتصر ابو لهدو كقاب صدو على قوله هذا وقفت وان وقفيه فلا ظهروا بطلانه اقول كاظهر كي وابادل لمديس مصرف بما بشي يقنب وايد وقف قوة عدبة وحلى ملك السينية مركا عد وحلى ملك السينية بعدان للشي يقن دي ملك السيني مردعين وعي كم تني يرون بعت بيتي قولي يقبان ايبي عد وكي ايبي ايو اقبشنان اتشرين مبايع بعد عيا ما مدعيه مقابل كوحو لا يميوان صحيا ويالا سينا يوي فقراء سيدا وصيادة وقياس قادنا يان ودورا أوصيت بثلث مالي مال كيكا صدح ميلادو ميل باندر دار مال كان دنتوها لصدقة يعيد لسينا يرانو شيقين ويان صحي سا فقراء لسينا يان تنو الله مدبو لي مقابلكم ولا يجوز مبنانا تعليقهم حاشر دي بانري انو منجس نقضه وان شرد الوحرين وكا مبنانا إلا علقه اشترط فيه تنجيز وذلك قوله ويان ورادو إذا جاء زيد وزيد مركو يمادو فقد وقفت وان وقفي وحايا وحا وقفت كذا على كذا وحاسا وحا وقفي ما صحي بيعي يهبدي معلقة هيدا كواس الله من دقنية ولو وقف هدو وقفيه بشرط الخيار خيار شردسو شردسو شردستي بوكو وقفيه بوحو شردستي انو اختيار لي ومركو دونا وقفيه وكان غنيه بطل وابوريا وقفيه سي على الصحيح بوحو مركان دونا وقفينتي كان غنيه اما ان ايبينيه وأي وقفكم مرة دو شيء وقفية ملك جيسي وكبح شيء جاس. سيدي عتق جيوك على دون كيو حري. أنا كسر نقل مايو. حق إلهي مو بحي. إلهي مرك هرب والله هاي. إلهي باي شيء مرك الوقفية معناه ضام حي. تصرف كي آدم يجاك جوايوي. بن آدم كيو أنا كنت تصرف كريم. مرك وين نجي ندم حالة شرطية الالتزام. أما الإلزام ولا صحبه يري أنه إذا وقفه دو وقفيه بشرط أن لا يؤجر إن الله كرين سقو شرط استي تبع شرط وشرط قسال الراعية وشروط دا دادك وقفية أي وقفك أوديقان وإلا الراعي عمر بن الخطاب وقفك إذا شروط بوديقان شروط دينا والراعي ودي تايد شروط شرعة كوري منها دوية شرط شرعة كوري منها يلا ما قبليه أي ما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل سوري النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة
لكن شروط ده كل الشريعة ده أنكاري منها هين ولا أقبلها مركب حرقوري قوان وقفيه وحان الشردية إن الله كريم هي الشردية ولا أقبلها هدي أري حالة الضرورة إيمان ده حالة الضرورة تماد ولا كريم كره وقوري قي باب الدومة يبت صالان ما لقى عميرا أو لقى ديسو لقى هكا تيانا ما تيرتو إن الله كريم وياني marka wala kireen kara ila waqfiga ilaalintiisa ay ku jirtee marka istithnaha ay gelinayaan wallahu aalam de masaladan oo tusaalaan kuma koobne hadii maslaxada waqfigu ay ku jirta kireenta walaw shardigi waqifka hadii maslaxada waqfigu ay arin ku jirto kireenta kor uga qaad walaw arintaas shardigi waqifka khilaafsanaatee wala sameyn kara marka hadalka ay raadaan fuqahaadu شروط الواقفين كنصوص الشارع كو وقفية شروط دود نصوص تي ادله الشارع لم تايو سلام لو خلاف كريم شروط السلام خلاف كرو ابن القيم وككن نقديا يعني اطلاق هذا الكال اطلاق كتاب كيس اعلام الموقعين او قيبيا و خرد شرطه هذو شريعه كوري من يو باطل كنصوص الشارع ما هذه الشريعه وافق سيها نعم الا فليوي المسلمون على شروطهم qofku shardigaas u sheegan milkigiisa kaga saaray marka shardiga way loo ilaaliyo hadii shariicadu kama hor iimaanayo laakiin wa laga aslaxsan yi wa laga maslaxa badan yi markaana shardigiisa lama ixtibaarin yiraahdo iyaga laftooduna mas'alada maray ka hadlay oo ciidaadaan hadii maslaxada waqfigu ay ku jirto in la kireeyo shardigiisa loo joojin maayee wa la kireynayaa لأنه في هذه الحالة يخالف مصلحة الوقف وشرط مصلحة الوقف في حالة داخل أصل وأنه بويري ولا صح أنه إذا شرط أدو شرطيه في وقف المسجد مساجد كوقف تيسيب وشرطيه اختصاص وقار نقوش ديسا بطائفة كوح وقوني نغضه كالشافعية وي وقفت هذا المسجد على شافعية أما على التبليغ أما على إخوان المسلمين أيوري تصالحان اختص وقار نقونا يا مساجد كاسي أي بهم يوكو قار نقونا يا كل مدرسة والرباط عندو مدرسة وقفية قولي لدقاء دو وقفية سيتايو كلوية وكواسي يقو بمعنى وبلا خلاف في المذهب دولا مدرسة دا شافعية دان وقفي إذا شافعية هنا مدقي كرتو حناكو مدقي كرتو دورة قريقة شافعية دان وقفية شافعية يوم با دقي كرتا مساجد كنا والله مدبولية وني ما شافعية هين مساجد كنتو كن كرو كما را اعتكافي كرو إلا ريت هذا الشر دقي واقف كوري باري ساي شر دقي سوال راعية موران كنا باش على كاكا سارة يايو دي عيدان شافعية هين هدي تما دوال اسكو خبصاني اللي اسكو دلابة لقيابة حنفية دي شافعية دي فودة استران لكن قاضي وحول القاضي حسين ومكروه إن سيد الله يلا مقابل كوح لي ما يأكل مجار نغني حبك ما ترى شر دقيساس وأنا كوالله أعلم دليلها راجحة بل إمام الحرمين إنه المذهب بوري ساس هذا مذهب كه إن أنا يأكل مجار نغنى هين مساجدكم مساجدكم يلا كلا الله مدمع ومساجدكم ومال هذه مساجد لقد يقول ماذا سوى محررة ومال حريصان أو ضد كوردان ودحيصة إلا أن محلو أن المساجد لله كان لها شافعية ذلك وعيدا شافعية إن إلهي وقمت كان كرته هذا القرار وهذا الكاس ولهذا هذا الكوري إمام الحرمين في نهاية المطلب وقولك اللباد مقابلك أصحى مقابلك سواء إن رياك قار نقونا هين يقول إنه المذهب ولو وقفها دو وقفية على شخصين لما وقف بكو وقفية ثم دبتنا على الفقراء زيد يا عمر بان وقفية دب دودنا فقراء دان وقفية يقول وفما تود انت أحدهما لبدي متكود فلا صاحو قولك وتشيغا صحي المنصوص منصوصك في حرملة أن نصيبه وإن قيبتيسي يصرف له لحين إلى الآخر ككلاس وحري
لبقف بوقفي لبدا سمر كدنتان فقراء لبول لبدي مد بعد انتي مركا كدنتي قيبتي منفعه وكلها هم بالا قهد ليا كان ديماني سي سوسي ودان يا قيبتي سفقراء لما وريك كران الا الشرط دي اها دبدي ولي لما هلني لكن كدنتي قيب منفعه قيبته كلها مكان كلي كو وريغيسا مسه الا اسغي ديمه فقراتي با هلكا سو عيدسن يا سو غلي و هو ليه سدا صحيح منصوص كاي وان اسغا لا سينيو واي قف كاني ان فقرات اي وقف جا منفعتي سيشان خو شرط او غدغي ان لبدا سي ميشا اي كبخان لبدينا ماشي كما ودا بخين كي كبخاي غيبتي سي ككلا يوم با لغو وريجينيا او فقراتي لغو ما وريجين كارو marka meesha kale la geeyay waxa noqonaysa adeeg ki kale fuqrada waqtigoodi lama gaarin muqaabilku wuxuu leeyahay fuqrada la siinaya oo ki meesha ka baxay aan wixii si fuqrada ku wareegayaan rafi'u wuxuuri qiyaasku waa waji saddexaad sida qawaaniida waafaqsani waa in la yiraahdo ka dhintay saaxiibkiina lagu wareejin maayo fuqradana lama siinayo صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط منقطع الوسط دون قنيا منقطع الوسط دون قدنا ماذا بكم حوها فقراء دون بس وقل يا صنع كواحبا قد يقول كلاباتكم خلاف سنة بكاس كحقيقة لا يقول فصل فصل كنوح كساب سنية هي احكام الوقف اللفظية احكام توقف حق إريادة الأورانية الحديدة وقف وين نجي نري لفظي بالو شرطيها marka ereyada waaqifku isticmaalaya maxay faa'iideeyaan ama ahkaamta karrati ma sawaabahay qawluhu yiraahdo waqaftu waan waqfi ala awlaadi baan ku waqfi wa awlaadi awlaadi awlaadayda awlaadoodan ku waqfi iqtadu wuxuu kaasanaya taswiyata simitaan bayna al kulli dhamaantood balasimo ulama oranaya awlaadii soo hor sheegay iyagu habad sadaan awlaadul awlaad ku yana la sinaani waayo wawdani mutlaqul jam'i bay faa'iideenisa ee tartiib ma tusinayso wawdani waa la simaya kullu man wulida li awlaadihi yusharikuna awlaadahu wa illa wadaagayn ala sawa wali bas siman aw qala mawhuri batnan ba'da batnin hala ayhin ra' ba'da batnin ra' dabadiibi ana qolaba qolada ay ka dambayso وبمعنى بطنه هوسه بطنه سر اولى وداغيه اي هذا الكلام محتمل لكن جمهور توحيدان ما بعده ترتيب فائديسا سدا ثم يفائديسو يسي كخوغ بدن با مركا دوري بطن بعد بطن بطن لبات وراع لبات جيل لبات وقف حكم يلان الا جيل كور يا ودمانيو سدا سيدادين ولو قال هدو إلى هذا وقفت ووقفي هذا كان على أولادي بان كوقفي ثم يجد بدودنا أولادي أولادي بان وقفي وقردقي أولادي دو كويس دلين ثم أولادهم دي تنكواس كويس دلين ما تناصلوا انت ترمان أو ما على أولادي بان كوقفي يبوري وأولادي أولادي إيا أولادي دي أولادي دلان ألا على كأسر إيا إيا كوقفي فلا على دباتنا كحق السرين تكوحيقه horrentas sarrenta horrenti ba looga jeeday awil awali baan u waqfiyay awlaadaydi awlaada awlaadayda al awali ka hore fal awali da tan ka xaq horrenta ku soo xiga fa huwa qawl kan li tartiib bu waaday tartiib bu faydeeni oo taarada thumma bu isugu cadfay sama illa awlaadi soo dhamaadaan awlaadul awlaad waxba helimaayeen awlaadu awlaadil awlaadna waxba helimaayeen illa awlaadul awlaad ay dhamaadaan saw kala warayaan wi تنوري على أولادي وأولادي أولادي ألعلى فلعلى أنا إلا كوا هراء دمادان راعة هراء تشيل كوارة كدب وحبيه لمايل الأول فالأول والله ميد ودي فادة ترتيب فايدينيس فهو للترتيب يقول وابا الصريح بدي ألعلى فلعلى أيو الأول فالأول
ولا يدخل قال ما ينا أولاد الأولادي أولادي سو أولاد دلان في الوقف وقف على الأولاد أولادي سو وقف في لا صحي وقفت هذا على أولادي أولاد الصلب يقوم بس وقليه كوي سو دلعي لكن كوي يقصي دلان هي فرع عدم بس وقليه وهي اسم الولد حقيقة تنوح وقود عون ولد الصلب ولد الولد كي يدي مجاسا والله يرى هذا ولد وهذا ولد فلان بالأوران كرا كواوو قويه لكن هو مجاز إنه مجاز تاني واحد تصينية ولد نماذا لقام فين كراوح الأوران كرا هذا ليس ولد فلان ولكنه حفيده مركز صحة النفي هو الدليل على المجاز شيء قال له فين كراوح متشير الأوران كرا حي الدليل طاي مجاز نماذيس إيه الدليل طاي ثاني قول حلية هواس حكى صور كذا ما هو يسوق ليه إلهي بابريا بني آدم مركز ده كو يسوق دلائه أولادي سي توس كايدا ها يكوي كفر عمي بو يسوق قلين واحد قال الله يريد ما أولاد إنما دي سكوية دلائه بس سوق ليه كوي هبلي سوق دلائه سما سوق ليه محيو كل الدوي كوي إنما دو دلائه كوي هبتر صدان كوي هبلو دلائه سي كوي هبتر صدان مركز خلاف كان نوحو كل سيئة هاي ولدكم موحو حقيقة كويا هي ولدك يا ولد الولد كبا مس ولدكم حقيقة كويا ولد الولد كمجاس بكويا سيدا صحيح وسط الضمباء وهدار لسعى قرينة سنة سعيد وشيدو ويدخلوا وقلين أولاد البنات عبلوه كوي دلين في الوقف وقف على الذرية تفيرتي سوحو وقفي أنا كوى ذا فوق يكوى ذا دوبة سوق ليان وقفت هذه الدار على ذريتي بول وتفيرتي سيكو يبليس دلان يكوى إنما دي سوى دلان أولادنا محور أولاد أبنائنا وأولاد بناتنا أبناء الرجال الأباعد سوى يسقف فوق إنك وذلك سوى مركز أبناؤنا بيهد بان والاينا أبناء أبنائنا بالمعنى بانكو شيقية وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعد وأنا عررت يد وكوي إنما ذي دلائل كوي هبلوه دلائل وكوي رج نقف وجاي دلائل ما سكو غلوب بنين وغلك له مركاتي هلك وقف في الصعان ما يصح إلى سبحانه وتعالى وكيري ومن ذريته داود وسليمان إلا يروي عيسى عيسى محل وش يجي ذرية دي نبي الله إبراهيم حقوك سوق علي نبي إبراهيم حق أبوك سوق علي أبوه ما له حقه هو يدون ولد البنت والنسل بويري في الوقف على الذرية الوقفية والنسل ترنكية والعقبي قفك عربتيسي وقفت هذه الدار على عقبي وأولادي الأولاد الوقفية أولاد كوي دلان كوي هبلو يسوق علي إلا أن يقول إنه هذا موياني على من كويبان وقفيه ينتسب أبتر صدا إلى حقه يوصى أبتر صدا منهم يكمد هذا صغير هذا كوي نمضوا دلين بس وقلي كوي هبلو دلين كما أبتر صدا لا ينصبون إليهم أبيا شد بالغو أبتريا ولو وقف هذا وقفيه على مواليه بوحكو وقفيه مواليديس وله حال له إستغنى وصغنى هذا معتق مدحريي يوم معتق مثل حرية سقو حرية قسم بينهما والله قيب معتق وكي سقو حرية وموليه سي السيد كيسو هاي وليه سنوى لي معتق وكي سقو حرية وموليه سي ودي سقو سيد سيد كيسو هاي ودي بالولاء كل حضية مركا موك العدين وقفت هذا على موالي أمبوري لبدو دبا الله قيبين لبدو ما غو كو دبو بياي وقيل واحد يبطلو برياي اجمال با كو جيرو لبدي كو جيده معدين عمومنا لفظنا لو ما حنباري كرو ودي مولا لما اورن كرا افراديس وحا كميدا معتق يا معتق لو اسك سوور جيده لبا سمود هوستي كران مر قره حال هذا مولا مركا لو ايغو معتق يا معتقه ما حال هذا يا تسين تلبدا وتسين يا محل هذا
عموما نقول اسم حال رضا يا ومحي مشترك. نعم مشترك. طيب وصفة بور صفة المتقدمة ايه الرئيس على جمال جملة ذكاه الرئيس جملة ذا سيو معطوفة من العطفية تعتبر ولو ايجي في الكل عند الشيخ يوردن. وذلك كوقفت كقولي وين ورا وقفت ووقفي على محتاج أولادي عرورتي ذا كوة ضباهن وأحفادي يكون وجوه يا وإخوتي ولا لاي مركز صفات واحد كده حالة ضبط دقي أولاد أحفاد يا إخوة لما أنت تبص صفات سلو إيه أولادي سيا أحفادي سيا إخوة ديسا كوا محتاجين تاوما وقف جاي لنا يا كوا كلا ما يلنا يا وكذا أساس وكلوية المتأخرة صفات دبر عضي اي عليها اي على الجمل المعطوفه الجمله ذا الاسكو عطف كدي بدعه اذن واساس وكله ومحورت صلاهان وقفت هذا على اولادي واحفادي واخوتي المحتاجين منهم صفدي بحق دم مريون لما انت ضوي ونقنس او عطف اي استثناء راجع حتى وصول الفقه ركارقني ان صفه هي استثناء هي وحي نقضان بعد الجمل المتعاطف ضمان وحي اسكو عطفن ضمان بي نقضان هداني قرينه تصين انقار كميد لو جيل و خوري ول استثناء واستثناء اذا عطف هذه لو عطف بواو واو كقوله ولاده على اولادي واحفادي واخوتي المحتاجين او وخوري الا يفسق بعضهم إلا بركود إنه فاسقين نقدان موياني مركا استثني وإلا أن يفسق بعضهم بركود فاسقين نقدان موياني انتو دابا وانو وقفيي أي نقون السحن وكذا المتأخرة عليها وكذا الاستثناء ونويان والكوريكو عطفنت وكودي فاسق نقدابا أولاد دي سي أحفاد دي سي إخوة دي سي وقف جاو كبحيا وقف مرها دي صفدي وحلوجو وقف جاو كبحه ضد كي وقف جاو من فعدي سلها وكبحيا وحليدي قولي جا طلبة العلم جا لو وقفي وحقوا آخر استنا ماس الحدان أنتوا طالب العلم يا أبو حق كلية دو كبحه وخلاص شافعية لو وقفي دو حنابلة وريجا وخلاص حنابلة وحقوا سيسوي واي أصل كوه وياي معطوف كي معطوف عليه جو إني وداجان وحكى تعلقات انصا صفدي وحي لميد استثناء قلنا والله ميد ويو من ما مدح بنانا وحو يري فصل والاظهر قالك وحو قال لي احكام الوقف المعنويه احكام توقف اي معنويه والاظهر قول كاظهر خلاف باكو جري ان الملك لها شيء في رقبه الموقوف شيء لو وقف في رقبه دي سي لفتي سينتقل واغوريا الى الله تعالى كي وقف في واكغوريا حق الهي بغوريا السقف فسره أي بوري تفسير ذلك أرنجا تفسير كيس وحوي اللي وح ما شيء من كرين لراضه ومر كروميان وإلى هاي لهاي وح وح إلى هاي ملك كيس وجوري سوك إلى هاي لي بول الله وما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء أي أرنجا تفسير كده وحوي ينفك وكفر ميا عن اختصاص الآدمي لقارنا قشاد بين آدم كل لقار كها وقف كانوا شيء كان مر كلية ده يستجع لقاره فعادي سيء رقبتي سيء وكنت صرف كره ما مولن كره لكن مرة دو وقفيه خلاص إلهي ملك يسوع رجع معنا دو حوي بين آدم كلا مقاره وقفيه سعيد قيوكلا فلا يكون وهان ما للواقف فلا يكون للواقف واقفك وهان ما يو ملكي ولا للموقوف عليه كيلو وقفيين وهان مايو ومتكود ميلان مايو مقابل الأظهر كوح ليه هاي ما يواقفك الله هاري أصل كوحة بصوت تصرف كوحة بسي ملك جيسي كابح مراه يمنفعاد نوى السبيلية وإلهي درادي مبحي وإنه أصل كيحة بسي منفعاد ينا السبيلية وإلهي درادي مبحي كده لمن الشيء يقول ملك جيسي كابح
ثالث كنا وحو ليه ما يوحو قورة يكي لو وقفي ساس صدقات صدقات الكلاباء قف مركو وقفي أو مركو الصدقات يستعدو كل صدقات السماء يلاته لكن لصعو خلاف كوحو كتشرا فيما يقصد به تملك الريع وحلو لقستيو غير محركوي وحلو لقستيو فائدة دي سيلة ملكيو وحيابا الله وقفي والله بقى محرر فائدة السلام ملكيه وعيد فائدة السلام اللي هي مجرته ملكي جيدا وقاله وطالة عنده سيئي بين كرته أما سيئي بين كرته فائدة السيئي مريس إيا غير محرر ووحف فائدة السو عيد الله وقفيه ملكي جيدا يقليسو مكاديق معين وحلا وقفيه ده شيء قال له وقفيه من فعادة السو وحي قليسا ملكي جيدا عيد الله وقفيه غير محرر وكالره محرر كنا بمساجد كي وكله عندي مساجد دي من كله وقف فيه فإذا سمعت بملكي جود الجلسة إيه من فعادي السمايا والله جود انتفاعية مركب مركب ولا هي خلاف كان وح كسب سيء هاي شيء فإذا دي سواي عيد ملكي جود الجلسة لكن أدوم مساجد وقف فيها يوم يلدت كله واحد سيء واحد كاسي سقو خلافكم أشرا أن ملكه ينتقل إلى الله ومنافعه بويد رقبتي سمر كورك عليه شيء اللي وقفيه لفتيس منافعه سي على هالضبع ملك بيوتاي للموقوف عليه كيلو وقفي وهدو معي مقصود كوقفي قابل السداسة إنه وقف كريم منفعه ياش استوفيها وافصنا يا مر هدو منفعه دي ملكي بنفسه لفتيس وكو افصنا يا والسرع داكو انتفاعي كره وبغيره بكواف صنيا يعد كلا أيو منفعاتي السين كرا بإعارة بكواف صنيا عدن وأمانة سيو يو إجارة عدن وككريو وكي معين كان الله سعود داربا أذيك وهبل لقو وقفي أما هبل يهبل يهبل هو معينين بلو وقفي منفعاتي هذا إياقا إسكالي لفت يدنا إلهي بالي وعد لقاريه ما كرتو لوران كرا عدها صالح marka mar hadaygu manfaadi yeesheen qofku manfaadi manfaada shayga shaygu manfaadi saleeyahay siduu manfaadiisa ugu tasarrufi jiray buu ugu tasarrufi karaa haduu shay kireysto soo manfaada ma lahayn soo maynaan soo maray manfaadi isagu oofsan karo inuu cid ka sii kireyn karo inuu cid amaanaysiin karo inuu cid u hibeyn karo oo taxda tasarrufi bay manfaadi noqonaysa shaygii loo waqfiyay cid muayyanana manfaadooda waxa iska leh cid loo waqfiyay كما فعاد هو كتصرف من فعاد سوى كتصرف في كرام سوى حياباك لا إلهي ما كتصرفان وهذان مركز الشرد يعني وتشيرين أرنتا خلاف سر دول هو كوا خفيه بشرد إن أنا أذكرين بشرد إن العيد أمان يسين بشرد جواين وإلى عليه واحد ضرورة كي ينتمو يعني ويملك هو ملكية يا الأجرة كرضح يو فوائده شيء فائده ينكيس شيء موقوف كيس قال وقفي كثمرة واسدة مريه وصوف يصوف كده قرتي حوالا لقى قوستي يو اللبنين يعانيه حاصلوا نسقى يا اسكاله يبات كي شنبيرو دلاريو وقفي قبوحة تاصل الله يالي قيت كي سلامين سيوحي سملكي مايو إلا إن اللامو ينكوا لقوستسي لقو انتفاعمو يعني وكذا الولد ولد كوا سافي لا صحي خلاف منهاج كذا مو إدارة صلى مورا كوا ري خلاف كوا علين ولد كون كوا خلاف منهاج كذا مو إدارته أنا حاجة ده مكة ما مرة خلافك كذا ضوحة كذا بيوم بون غنيه ولد كينت ساس أصحى ويا لنايا سمرها بويا لنايو والنف كله وقف فيه نف كودلا عدي الله وقف فيه بيا لنايس والثانينا قول كلابات يقول وحلا يكون وحنا وقفا ما يع وحي وحي الله وقف فيه ودلا السنة موقوف بوهانيا حكم كياصل كأيو يا لنايا وهذه مركز ورا الله يطلع قالوا لي نافك أصلاً كوا وقفي لكن هذه واحد لو جوا وقفي لا شيء قه بس هذا عانه وجا ماشوا الولد كي يلا مايو دولا نافك أصلاً كوا وقفي ساعة ترنتي سوي على تو يعانيه سبع مركز ويا لنا يا ولو ما تصدر دي مثال بهيمته
ما يران كيال موقوفة تهد مدلا وقفيه اختصوا لقار نقونا يا كيلو وقفيه معين كها بجيل ديهابو لقار نقونا يا هرقيدة ويدعيد سوى قدوه ما تيرتو وانتانو مقدينة وليو نجاسي هاي نفكر دينتي دي هرقي سوى نجاس وحانو كده هرقروبين لما قديو حديو مقديو خلاف باكوشا وله وحاوسو كان كي لو وقفيه الدونتا مهر الجارية الدونتي مهر كيد إذا وطيها تدي لوغ الموضة بشبهة لوغ الموضة نباكو خلد ما يدونتي سي موضة محاس كيس مهر المثل بعد دي لوغ يالانا يا مهر المثل قايا قادانا يا كي الدونتا لو وقفي اللي هو منافع دي دي أو نكاحنا ما دي قور لوغ الموضة إن صححناه أي نكاحها وهدين راهنا الدونتا لو وقفي ولا قورين كراه سيدا صحينا وهو لا صح إلا قورين كراه وسيدان صحا ده واحد نادمي أن فوائد دي الشيء اللي وقفيه وهي مروهم بلا حكم نغنيا والمذهب بوري أنه لا يملك وين أن ملكية هين كي الشيء اللي وقفيه قيمة العبد أدون كي قيمه إيسا أدون كي الموقوف إلا وقفيه إذا أتلف هذه الدلاء أدون كي وعيد أي بابيسو قيمه إيسا لقو مقدبه إلا أدون كو مقمله هاي مركا أدون كي لو وقفيه بها للدلاء بفكي الدلاء بها مقدبه إيسي لقا قاضي قيمه سيبا أيو كمك دبي مركا ما يلان أيو كيلو وقفية ما يلان أيو حالا يليه بل يشتري وسويبني بها قيمة عبدنا الدون بكسويبني ليكون سوء نقضى الدون كاس وقفا وقف موقوف مكانه ماشي سيقلا وقف كي الدون كوقفية مقصود كي سوحوها دين الدون كالغو انتفاعه وقفي كي ساسي وسيتشيره تكالي أول كمر وكو انتفاع ده أوسط كو قوري صمع أما آخر كان مركا دوائن قيمي سي أدون لقصو إيبية حولينا والله ميد فإن تعذر هدو سور توبي وآيو فبعض عبد وصو تعذري قيمي سيبان أدون دما استرين قوينين أدون بركيبا لقو إيبين أيايو وقف مشاعب وهانايا وأدون كاسي بركيبا موقوفة بركاسينا ومشاعب وفافسي أيايو انت كلك ما صعرا وهي الشيء يعني لو دقاري كرين انت لقاري كرا لقا ما تقوح ولو جفت الشجرة قيدي لو وقفيه ايه الموقوفة قيدي لو وقفيه هذي قلشو او قلع الريح او المطر او السيل اما دبايل بافو تشيسي اما الداد لم ينقطع الوقف وقفي قويمة على المذهب سمذهب كيامركو حلو ديسو بل ينتفع والقوة انتفاعية بها قيداس جدعا حالا ايتهاي دقب اما ده تيرا اسكتهاي تير نبيه سالوغو انتفاعية والا كيرينيه تصالحان وده عينتي موقوفة ده هيد باد شوكت قيد بالا وقفيه قيد كمركي لو وقفيه وقلالي ده قيد كوات شوكه لكن سيدي مركو راهو ها ايوم بانو هاين مركو وقفي قوال سيد دائم سين كراه وقفي نميز ويسي سعون كرتا وقيل واحد التباع والا يبنية وايو دي سيدي واقفكو شرديه لو قوما انتفاعي كرا واقفكو حو شرديستي سقو قيد نولا ان لقو انتفاعه هذا لقيد نولي ماشي متيرو مركا قيل كنو حولي والا يبنية والعقت محال قصمين والثمن العقت لسيينا كقيمة العبد وهي الدون كي موقوف كهال وقفية للدليل قيمة سكروي ومحل جوس مين قيمها الدون ماشي يصير جلا موقوف نقدر الجوس يبين يسمع ده كنا جيت بالجوس يبين يا جيت كم ماشي سجلا وموقوف نقدر ولا الصحبوري سيدا الصحاح جواز بيع حصر المسجد مساجد كعويس مدرميس إلا يبي وين بنان طاي إذا بليت هذا بالي يوضو وجذوعه دوغو بيدي ساما تيرر كيس مساجده دي دي عرشده كسميسنا إلا إيبيانا وبنان تاي اما تيرر برابو لي غورما يبنان تاي إذا انكسرت واحد دي اي چبتو وطير كي واحد چباي ولم تصلح واني وحبونا إلا للحراق إلا قبول حابا يستولش يتمو ياني واحد كلاو تريا ما تيرتو اركوال إيبين كراه
وسي أنا وضيع من ده اللي مرة دي تركي أما برتي مساعد كهيسة وقف قاعدة يشبطي إن لجوبة وحاول قد يكتمل وح كلنا ترى عين هذه سألوا سيد ده وقف قاعد ضيع ميا ماش أنا وحوم ترى يا مساعد كده عدلهم بقهية فإذا لام بلا فديا مركين لإيبيو وقف قيو حونا يكسو هران ومساجد كي ديب لوغو عليو ايا دانتا دينو ساتيرو كبابا اما عودي دي باليو دي ساي كبابا لامانا اران كرال كان وشيغن وا موقوف سيدي لو إيبي لأن الموقوف إذا صار كالمعدوم خرج عن كوني موقوفا شيغن لو وقفيه ما راح دون نغضو وحان تشيرين وكلاء موقوف نمدو كبح احكامتي يالان مايو مركايميكا وحو موقوفكو اها تير كنين ومساعد كان هاي وتتشبي بير تنين مساعد كان هايسي عوضاني وحي مساعد كان لو وقفيه وحي دي موقوفكو اها دي لقودتو كاري وحي لقوله كراي هاي مرها دي اي تاكبح دي وحان تشيرين وكلاي نغط مركا مصالح المساعد كان دي بلوغو علينية الباب دي هدي لقابة دي لتصالها المساعد كان اميكا واحد عضا ان دادلا يسكسيه وكا إبراهيم قصلي ما مساجد مساجد كبد الشين مغولاتي شو إبراهيم مساجد بقى الباب بدل لقى بدل يا مضى قضاها قف بقى ليس كسر هي كورسي الباب كان واقفي ده قضا واقفي هدي مساجد كي أنا وأبا هناين وإلا يبيه مصالح الكلام مساجد كلو عليه أما مساجد ككلام وجسور دوا أبا هن وإلا جليه لكن شاقين وقفي إني ما دي لقى صار وقف ليس كسيه هذا ترى كاسر ووقفين أنا ده هذا قوم يد وقفين كرتا اللي قف بواحد وقف استي الباب كره هذا ما وقفين كرت عويه الوساس وكله رافع يسوي حول هذا مسألة مرة وكان ليه سيد قواعد وافق صري وإن وحي مساجد كقول الله هذا باليوم أما باب كده وادي مساجد كم حبوا ترى عين مركل الإيبيو وإن وحي السجل لم يدل جسوا بدله ساس وراه مقابل كوحو لي قولك هكا سوار جيدا ما يلا ما بايب انكارو وايو وعين الوقف ووحي الوقفية اللفتيس سياسة القدين اياه هايس ماركي بابا ده ايضو هايس كبابا ده رافعي ايو نووي رجحيستا يرجحا وحياباني لايب انكارو وحي كن راعين امام الحرمين لكن جمهور الشافعية وحي كتاقين انا لايب انكارين قولك الدنباء لكن محل الخلاف كو هلك هلك ليس خلاف سي واو مسادك لو وقفي وتير مسادك لو وقفي وما دغي كرتا عو مساجدك يا لايو ان كل دي مسادك لكنو ويسايو ان انا موقوف نقن ها وقفي لفظي بو باهين عواد كسو حمبارته مسادك كانت عتري مساجد كان سي وقف من غنين عواس يكل ليضا يحس مساجد كان وقفي وين تراد يريد لما يتكوين استعماله قف كي مساجد كان يسيب جوجل وسو إيبي اللي جوجل مساجد كم يد معه مركو كان يمو أرن جوجل شو مساجد كان وقفي وسكان دقيون جوجل شو وقفي معه اللي وقفي هذا البو بعيد أما بس إذا قال له سوي بيدا ترى مساعد كم بجي والله مت مر الله على مر كلاب هذا اللي يسكي بينكره حتى إذا قال يسكي بسنكره اللي إذا قال عليه مش هو دقيونه لكن شيء يقول أنت ولي مساجد كي منفعة وسيلة يا مر دو موقوف يا هاي لما يجي بينكره لقى مر صار يكره ولوين هدا ما هدو دمو مسجد المساجد وتعذرت أي سرتوبي ويدو إعادته إن مستدني مدي اللقوع عليه لم يبعلم إيبنا أيه بحال سنة دول كي سنة لما يبين كرو بربر كيسي يد اسميسي وحيك صهرين لما يبين كرو وادون كل حرية قبوبي وكالي ميا الله ورانا يا مرا دو قبوبي بلا منفعة ونقضي حر لمدي ولا قلان نقوني يا الله مرانك قيد كي قلالي لم يدمعها مساجد كاد سنان جيرد دومي دولكيس وباقي واحد اسمه كميدينين ولي جوغا لغا يا وايو دي جيت كقلالي ديبو نولان مايو ميلا نولايسين كرا مايا
لكن مساد كدي بالو عمير كرا وطلب هذا حد هذا يسقط دون سن لقو انتفاع كرا لقو تكن كرا ومساجد نماذا ماشى الشرد وما هاي ردي سنتي مال بناقف كدورة دول كا ووقف يو مساجد بان كدي جاي ماشى مساجد بين غرس أحكام تي مساجد كي يلنس لسمو الشرد وما ولقو اتكاف كرا وهي مساجد كي يسقط دي سن بابا عدل ما يبقى وماشي جبي جاي دي بوالج الجوري أما مجال دي بخربتهم مساجد كي بكهري لما يبينيو سي سالو الدينيه وحلا يبين كرام بره هدي لوجا بقى هنا يدات فرفرتان مركا والله فرفر يا ديتنا عنو كده واحد الله فرفري كرا لا يبين كرام هاي هدي لوجا بقى هنا توجيه واحد فرفرتان مركا والله فرفر يا لابتينا مال بالدقية هدو حاكم كوار كينو مساجد كلا كو عامرنا مساجد كلا لقول السنة وأقول السكرة مساجد كود دوبانا أمضان فصل شرط هذا الشرط يا الواقف هل جو حكجه الله يا وحلا يا قانو النظر على الوقف وقف جيا مسؤول كه شيء قال الوقف فيه قف كسر نادر كام حوش شرط السكرة شقد سمحيت قف كوقف جيا مسؤول كه إن شرط يا 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 مسؤول كنغني ناظر إن شرط هذا الشرط يا الواقف كي وقفي النظر مسؤولية ده وقفي لنفسي وشرطية وهذا هو وقفي أنا مسؤول كأهانية أو غيري يا معد كلا وشرطية وهذا هو البن ناظر كأهانية التبع ولا راعي يا شرط وشرط جساس ويا الصدقة ده نستجع بحيو إلهي ودوادي مركا عد مصالح ده إلى لسا يدناه ما صدقة ده استجع يا أمودن عدة الساقو ومقع عابانا عدة كلا إيادا وقع أوليس وإلا بودي إن لم يشرط لأحد مساجد بودي ساي قري بو وقفيي عيل بو وقفيي بركت عدنا نظارة إيا مسؤولية دا ومشرد فالنظر مسؤولية للقاضي باو سكناتي قاضي باو سكناتي يعني مدحوين عدة كالنائبة هيد على المذهب سيده ومذهبك يا خلاف بك جيره مركه لو سوده وهي عدي لو وقفي حقه ودا كتعلق صبا يا عدي عدي كسي دنبايسه مركه نظر عام ابو شيغان وباهي مسؤوليه تقول عده عده هيسه عده مسؤوليه تقول هيسه انا ده وقاضي غاص وشرط النادر بودي عندما نادر كم حال لو شرطيا كمسؤول كنقونيا وقفك كي دي سيان نقضى وميت كلابها نقضى العدالة تبالو شرطية عدالة فاسق هدو يهي كباهرة الصمية شركيس وخيركيس كبدا يهي وقفك مسؤول كما أهان كرو هدي مركي ولي عدلي وهاي فاسق ونقضى يسوق مسؤول كان ولا عزلي كبا حبال لي مساجدك مسؤول كما تهيد تاركوا الصلاة إنه نقضي على جيابة من كورم سادك ومسؤول كها ولا قاعد زليه وين تاركوا الصلاة مسادك داروا معه مسادك إذا قار كتب أنا لش قالوا أي نادرين كيهين قدام هذا أدي بده أستراليا وكلا ضد غير أفغانستان بتجي ده ترى مسادك ده كديسن مساد يجوا دنتين رجع مسادك مسؤول كها أمر ديسي ميت كمدة إن كيس يو قالوا بنادر كام مسادك تسمع على موت حالستا تدك دول كات تجي قوة شان تدك ووين إياه قوان إياه حكلا قرن إياه لجيه إياه حلا جاب إنه الإسلام ما دي سياح استان لكن قوة شيل كا صدحات أيه حالستا أقدر أنا قوة شان وتصالح يال بدن بشر تد بدن مسلمين وتجي وياه إسلام ما دي هايستي لكن تدك كفر عامي هدا يقاليهن والكفاءة تبع شرطين وكفوا يهايو يعني او ان كهبون يهاي شقدن نقبته ومد قبان كرانا وياهي والاهتداء تبع شرط وانو كوانون كريلا تصرفي مد حمامولي كروينو يهاي مركا الله بدا نواسكم يدون كفاءة اهتداء ويسوس قلي كران ووظيفته شقدي سواد دبوا محي العمارة وهي ودستان يدي وهابين سيان وقفي قوبابين
يعني وظيفته عند الإطلاق بالوجه إذا مرك الله يراؤون مسؤول بعد كتاه أما نادر بعد كتاه لكن هذه الشقة الله عيما ولا هذا إمام هذا مساجد كذا مسؤول كتاه ده أنت هسوم مسؤول كير دسمية حاشقكم الله يسوع هذا هذا دسمة هذا مسؤول كتاه يدي بوهبة أنتيس أنت هسوم مسؤول كنغنية لكن هذه لذا مسؤول بعد كتاه أو واحد واحد جارنا مسؤول لوجا دقين وهو مسؤول كنغنية دسمة هاي يدي بوهبة أنت iyo wal ijaaratu kirayn hadii waqfigaas u yeedo wax la kirayn karo guri oo kale iyo wa tahsilul ghallati faa'idadiisa haasilinteeda ayuu mas'uul ka yahay iyo wa qismatuha iyo qaybinteeda salaande di beer la waqfiyo mas'uul looga dhigay midhi waa inuu ka soo guro dadkii loo waqfiyo waa inuu isagu qaybiyo waxa soo dhama mas'uul ka yahay asalkii waa inuu xifdiyo iyo يا فائدة ديبة فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده أما فإن فوض له حدي لو تلصرت إليه سك بعض هذه الأمور الرمال شيء قاركود لم يتعده كما طلاب كره وحلو كرنتم باي سك لو حل صار خلاص شقوين كل وقف جايسكم أجلي كره تاسم بحق لي وللواقف في قفك شيء وقفيه عزل من مدع سلي الديبا وبنان والله مسؤول قد جاي يو نسب غير عدان السجاهين إن ومجعابه وسوى كل كوكلا دغفك وكل شيء وعزيل كرامة كل ما يجلس جلين كره مركو نوع من الوكالة نظاره إلا أن يشرطين وشرطية ويان نظاره نادر نمديس حال الوقف مركو شيء وقفني ومركو وقفني يبو يدي بالشرط أن يكون نادره فلانا وان وقفيه وحان الشرط ديائن وهيب المسؤول كهذا مع سيلك ركا هديان لهيلين وحويان هديان لقوائين شروط دي لوغة باهنا نادرك مركو الدونيس كمع سيلك ركا دادك كلا لفتو دي ايه ووقفيه غيبه كميدا مسؤول وغرده جاي هدي مسؤوليات قودونا اسكتاهاي ودي وقفيه نادر بعد كتاهاي كاوه بدلي كرا ساكتاب كبادك وقران iyadoo amar walba maslaxad waqfigana weegiyo laakiin hadii shaqo gaar ah loo diray waxa lagu yiri imaam baad masajidka imaamadiisa naadir ka tahay ma hada imaam baad ka tahay waa shaqaale wala bedeli kara isaga laakiin naadir baad ka tahay baa la yiri masuul baad imaamadiisa ka tahay hada isaga bay inaanu imaam ka ahayn baa laga yaaba ama duruustiisa masuul ka tahay inaad dadka wax ugu dhigto bila sabab iskama bedeli karo waan isku xanaaqnayo كل حسب يبانو نقولنا إياه واحد اسمه سعنيا ما أنت وقف في جوحة لو استعمالات سيدا حول عددك إليه هنا كله قارك كده حتى الشيعان يقول أنا جا على بدر كسر وسيدا الدونا نقول تصرف فيها هو ده ودي الدولة استنفت ودي الدو خود عيارية واحد إله هي باله واحد لو قلت تصرف كراهون سيدا مصلحة هذا وقف في جناي كتيرته ما هذه الدو خاجة هي سيدا هذه كرالي جلين سيكو عجبين سيو هيب الوان سكو حناقنا يا مسؤوليات دي وقفها إن وكهيي وإمامة أما الدراسة أما خطابة وأنك قاضي لا ما صعنة ستاس حتى هدات كلماتها بنقطان مرة دوقف مسلمي وأنا قالوا بين أحكام بكو حدا يسأل صعش شيخو ساحب بدعو النقطة خلاص وين ويدارين يا لا وإذا أجر بورا هدوك كريان ناظرو كي وقفها مسؤولة كا على غير عدك لو كريان فزادت الأجرة وكرادي هاي كرادة في المدة انت مددي كرين تاهر ولي اي سعوتو سند بوك كري سند كيو عند مانو ولي لغو تشيرو ايا الشايقي وقفيقا ها كردي ساي كورودي سوق مركا لا ايقادي وبقل با لغو كري سري بخاردة لامتكا مركي ورو كري ترى وقتيقي وكري ولي عند مان ايا بخاردة لو بقل اي تقين او ظهر مهدو صيف بحو طالب مد دونا يا كراه كريسكا بزيادة وزيادة كدونية ومدد كي هوري لقى كريون دمان يا واحد يبي من عصبة له وراني قاب لا بقول بحنا يا كري كم بقولك بحية كساره لم ينفسخ العقد هشيس كي كراه يا هوري ما فسخ ما يفعل صح محمد سلطان كياني ده وقف جو حياباك له قفكو شيء سجو أولي يا هدو كرايو إلا مدد دمان يسوع ما إن عدي كما صار كرب
ونجي دي كتاب الإجارة كصارة جنيه حديب بقول شير كردو زيادة كم كورني كرو كردي مال أنت الجويشي أيوم بيا هانس بقول بوك يا كردي كردو كم بيا تكت بقول كاسون بكله إلا مدة ده دمانس حديب كردي أي شابتنا كان كردي استحق وما الله إنه راضو وانكبا حيا حديب كلا كردو حقدا والمدات كردي ستايا مدة ده أنت عسوك هاك كردي سناري أوي كردو نوا شرط إني مؤقتا نقطة سين ورسو عرقني إني مدة لهاتو waxa la la waxa kira dhacay say bakhaar iyo guri la kala kareysanayo ee ah kira furan oo mudan lahayn waa baatil waa fasid qofku haduu yiraahdo war haduu de fiqiga yaqaan wuxuu oran kara inuu sanad ku jiro oradeer kira kiradan kala kareysanay baadil baahid way mudaba ma inaan qabsanba intaynu ku heshiinay waxba kama jiraan guriyaha la mid ka ah misal lagu kireeyaa intaad iga kareysay in ka yar intaas aad ugu leedahay boo oran kara وجرة المثل أمبو يالان إمارة دي أشيس كفاسد ونخضي فإذا وين بانا كنت إنا نقطة كرادو ميد مديسا وإما كدادك واحد كقيلين أيار قول رجي عمر كان بيل كنت شرية دادك إلا هابا دباد كيرمي وكب حبال يقول دي هداد مدد كل شيء لا دي كامي صاري كرير إلا هي مدد رمانسو دادك قولي على أنا واحد كقيلين أيار قول رجي إنت اللي يكرا يستي أي أشو أروس ما لود الله عمر كأروس كل قول ما يستوب بالين ور كب حبال ya tan bishi damar cid iga kareysataa waayo saas u bila kara ku aha de muddo uu qabo marka hore si aad ugu sii tala gasho bil baa noqoto muddadu ama maalmo baa noqoto marka waqfigu isagu guriyaha dadka uu ka duwan yahay hadii la kireynayo waxa loo eegayaa sida aslaha sida ugu roon danta waqfigu ay ku jirto oo gurigaaga iyo guriga 200 uu kireysto 200 ku kireyn karta laakiin guriga waqfiga aad masuulka ka tahay kirada u dheere meesha wax laga kireysto shilin kama dhimi kartid hadii abaha uu ka kireysan iyo hooyada la muhaabata fee salaaxad waqfiga adeegaysa marka misalan taasa keentay marka horeba ujratul mithl wax ka yar kuma kireyn karo sheegay isagoo kala wax lagu kireysto hadaba haday kiradu isbedesho ay ziyado heshiiskii ma fasxin karaa ama fasax maya maya taasiyada heshiis ba xiraya heshiiskii ku shaqeynaya والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.